يواصل معبر رفح البري تجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية لإنفاذها للأشقاء الفلسطينيين، وذلك عبر منفذ كرم أبو سالم. تتواصل الجهود لتخفيف الأعباء عن الأشقاء داخل قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازالت الصورة أمام بوابة معبر رفح البري، شاحنات تدخل وشاحنات تخرج. منذ صباح هذا اليوم بعد دخول 164 شاحنة، لازالت الشاحنات تخرج من بوابة معبر رفح البري. هذه شاحنات الوقود التي عادت بعد أن أفرغت حمولتها. نتحدث عن 8 شاحنات للسولار دخلت في صباح هذا اليوم، وعادت إحدى الشاحنات وبعض الشاحنات التي عادت. وتأكدنا أيضا من سائقي شاحنات الوقود أنهم تم تفريغ الحمولة بالكامل. أما هذه الشاحنات هي التي تدخل مجددا الآن بعد دخول الشاحنات التي دخلت في صباح اليوم، ولكن بعد مرور عدة ساعات من الشاحنات التي دخلت، هذه شاحنات مجددة. نتحدث عن 20 شاحنة تدخل مجددا بخلاف 164 شاحنة التي دخلت في صباح هذا اليوم. وهذا تأكيد قوي على الدور المصري الكبير في زيادة عدد المساعدات الإنسانية وإنفاذ مزيد من المساعدات. بعد إدخال الشاحنات صباحا يتم تجهيز العديد من الشاحنات، شاحنات لا تتوقف مصر في تجهيزها، وهذا يدل على الوساطة المصرية والدور المصري القوي في إدخال مزيد من المساعدات لإنقاذ أهالي قطاع غزة. وربما التطور المهم اليوم هو دخول شاحنات السولار وأفرغت حمولتها بالكامل. نتحدث عن 8 شاحنات، ولازالت هذه الشاحنات أيضا تدخل من خلال بوابة معبر رفح متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم. نتحدث عن أطنان من المساعدات الغذائية وأطنان من المساعدات الطبية وأيضا شاحنات السولار التي تدخل تباعا، وهذا تأكيد على أهمية المعابر البرية وأهمية معبر رفح. لا يمكن الاستغناء تماما عن بوابة معبر رفح في إنفاذ المساعدات للأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. عدد كبير من المتطوعين الذين يقومون بتجهيز هذه المساعدات نظرا بالطبع لاستمرار عمليات القصف في الجانب الفلسطيني وفي مدينة رفح الفلسطينية. فبالتالي الحاجة إلى مزيد من شاحنات الوقود وشاحنات المساعدات يكون بحاجة ماسة إليها الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. ولازالت هذه الشاحنات كما ترون في الصورة تدخل من خلال بوابة معبر رفح، هذه البوابة التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. رسالة مصرية قوية لدعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين بإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية على مدار الأيام. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري. أعود إليكم الآن إلى الاستوديو مرة أخرى.